بكم إلى فقرة أنا أرى. البداية مع هذا الفيديو الذي شاركنا به فايز الحارثي، ويصور فيه الأمطار الصيفية التي هطلت أمس على محافظة ميسان جنوب مدينة الطائف الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة. نشاهد. وإلى الصور، فادي أرسل لنا هذه الصورة وهي بحسب قوله لأحد شوارع مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، وهي مكدسة بالنفايات بعد انتهاء عيد الفطر المبارك. ننهي جولتنا من اليمن مع صورة أخرى وصلتنا من محمد العوضي، ويعكس لنا فيها الزي التقليدي في أعراس اليمنيين كما نرى في الصورة الجنبية، وهو نوع من الخناجر العربية إضافة إلى العسيب والشال والسيف الذي يمثل عنصرا رئيسيا في زينة العريس باليمن بحسب قول المرسل. روى للاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدم تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.